ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا الحوافز والحوافر. لا داعي لتلك الفحوص والامتحانات والمقابلات أو ما يسميه السينمائيون بالتيست، وهو غير تيست البوكمان الذي كان بحليبه، وهو تيست يشفي المرضى وينجح الكسالة ويضحك الحزانة. وباختصار شديد فإن معجزاته تدور في فلك تظبيط أمور كل الحمير. لا، لم تعد بحاجة إلى ذلك يا عزيزي الشاب السوري الطموح. فأولي رؤوس الأمور ورؤوس الأموال عندنا بدأوا يفكرون عن جديد بأن عليهم أن ينشئوا شركات ناجحة وبالتالي رابحة، وعلى اعتبار أن الشغل معيب والربح مو حرام، فقد اتفقت أهواؤك أنت الشاب اللي في مقتبل عمرك وتقبر قلب أمك مع أهواء تلك الدوائر وتلك المؤسسات وذياك الشركات، وتزدهر أمور الشباب فيتراكضون وهم يقولون بالفم الملآن بأنهم ذاهبون إلى فحص المقابلة، فهم بأنفسهم واثقون وبشعاب مشاريعهم ومواهبهم وإمكانياتهم عارفون، ثم يعودون حزان ثكالة وكأنما عادوا من حرب ما في كتاب ما مهزومين، ويقول لك الشاب أو الفتاة كل ما فحوى كلامه أنه وقع بين براثن أو حوافر حمار، وأن كل شيء بدا له أو لها رائعا إلا وجود هذا الحمار، فكان هو المطب الأخير الذي أطاح بأحلام كل منهما على حدة، وبالطبع فأن فكرة نجاحهما كانت مربوطة بهذا الحمار. ولا تعتقد يا عزيزي الشاب المنطلق العجيب أن الحمار كان مربوطا باختراعاتك فضايقك هذا قليلا فانسحبت ناجيا بأعصابك وسعادتك الداخلية نسائية أطفال، بل ولا تقل لي ذلك فإنني أعرفك مكابرا ولا تريد أن ترميها واطي وتقول إنه أنك أنت الذي كنت مربوطا مع اختراعاتك وأفكارك ومشاريعك برجل الكرسي الذي كان يجلس عليه الحمار مدندلا حوافره اللامعة والتي اجتمع على تلميعها كل ماسحي الأحذية الشهيرين المبسطين في الصالحية بين دكاكين التجار. وكنت يا عزيزي الشاب ويا غاليتي وفاتنتي وروح قلبي الفتاة من الصدمة عائدين بمشروعين محبطين وشخصيتين متعبتين وروحين منهكتين وبذهنين معطلين ورأسين محمولين على جسدين فارطين، وكأنما ترددان كالمجانين أن كل شيء كان ماشيا وأن العقبة الوحيدة كانت هذا الحمار، فأردد وكأنني لم ألمح الألم في حركات وجهها الناعم اللطيف الرايق، ولم أنتبه إلى تلك الالتماع المقهورة في عينيها السوداوين الكحيلتين الواسعتين كعيني غزال يتمشى في أغنية قديمة، ولم أحس بتلك الحشرجة المقهورة في صوتها العذب الذي ما إن تسمعه على الموبايل حتى تخر له الجبابرة راكعين. أردد بلا مبالاة ما مفاده أنه ممكن يكون الكل حمير بمن فيهم أصحاب المشاريع وهو الفهمان الوحيد يطلع، فأين الإثبات؟ وجاءني الإثبات على طريقة سورية قديمة وعريقة اسمها الردح، وفي حالتنا هنا كان الردح من النوع البناء، وقالت بدك إثبات؟ شفت أذاني الطوال؟ صحيح كان مخبيهم تحت طائية فرنجي بس شفتهم. شفت أسنانه وقت اللي ضحك على نكتة قال له ياها فأر جلب له الشاي؟ ورأيت يا حبيبي يا محب الكلام المنمق والقول الملفق أن رجليه بالمثنى كانتا أربعة، فيا سبحان الخلاق ويا جبار يا كريم، كيف تعطي له الحمار أربع رجلين وبتعطيني أنا بس تنتين؟ هكذا حدثنا هذا البشر. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.